يا غايب اعتبي بآهات ويب حسرا ولا قلبك لفاد يا ابني الحسن صبرا لين خاك يا سيدي بحما Yeah.
لأنه لو دعا لنفسه بالفرج لفرجت عنه، وحكمتك تقتضي الانتظار. سيدي نحن المسؤولون عن الدعاء. إلهي بحرمة الرضا بما جرى على الرضا، اللهم فرح قلبه بالفرج بالصلاة على محمد وآل محمد. Thank you.